والنائب علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي. يعني سيد علي، أولا بعد التحية نتحدث عن حادث كبير تعرضت له جنازة اللواء خليفة المسماري اليوم. يعني ما دوركم أنتم في مجلس النواب؟ البعض يتحدث عن ضرورة وجود تشريعات يعني تلزم الأجهزة الأمنية بمزيد من أخذ الحيطة والحذر خلال المرحلة القادمة. بصفتك رئيس اللجنة الداخلية، ما هي رؤيتكم للأيام القادمة ولتفادي حدوث هكذا موقف خلال المرحلة القادمة؟ أولا السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا غدرا هذا اليوم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين لا زالوا في مستشفى بني غازي الطبي. فيما يخص ماذا يجب أن يكون، نحن علينا نرجع أو نذكر أنفسنا. القائد المستشار عقيلة طالب من حوالي تقريبا 10 أيام للمرة الثانية دعا ورفع ما تم بالنفير العام، ومن هنا ندرك كلمة النفير العام هي في للأمن والجيش، معناها هي في حالة استنفار، في حالة تأهب، في حالة استعداد على الأجهزة الأمنية والشرطية متمثلة في الأمن الداخلي والمتمثلة في البحث الجنائي وكذلك الأجهزة مثل مكافحة الشغب ومكافحة المخدرات ومعاونة أيضا أبناء الوطن وخاصة بالذكر الشباب من غازي لمراقبة مدنهم وشوارعهم وأحيائهم، لأن هذه الجماعات أعتقد تشتغل بشيء واحد وهو المال الفاسد الذي خصصه السراج لتخطيط وتكسير النسيج الاجتماعي الليبي وكذلك تكسير دولة ليبيا. ولكن الشعب الليبي يدرك تمام الإدراك أن هذا المال ربما اليوم موجود ولكن غدا سوف لن يكون موجود. طيب يعني هذا من ناحية. سيادة النائب، أنت تتحدث أيضا، أتحدث معك عن يعني لجنة تحقيق، هل ستشكلون لجنة للتحقيق في هذا الأمر لديكم أنتم في مجلس النواب أم لا؟ سيد الفاضل، لقضية لجنة التحقيق هناك أجهزة تنفيذية مختصة في هذا الشأن، نحن ربما نشكل لجنة لمتابعة ما هي نتائج هذا التحقيق. أعتقد من حوالي ساعتين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كلف رئيس الأركان السيد الفريق اللي هو السيد الناظوري بفتح تحقيق ومتابعة إجراءات التحقيق وما هي القصور في 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 الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي، ومن هنا ندرك نحن دورنا يعني متابعة ماذا سيجري بعد التحقيق ومراقبة ومتابعة الجدية لهذا التحقيق. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب علي السعيد رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي على هذه التوضيحات.